كشف أعضاء بلجنة التعليم بمجلس النواب عن عدم إمكانية تطبيق النظام التراكمي الجديد للثانوية العامة في العام المقبل لعدم تعديل القانون حتى الآن. وقال عضوان باللجنة في تصريحات خاصة لموقع مصراوي إن الوزارة لم ترسل القانون إلى اللجنة حتى الآن، مشيرين إلى أن تعديل القانون يتطلب حوارا مجتمعيا موسعا قبل إقراره. لمناقشة ما حدث بالتجربة التي طبقت على طلاب الصف الأول الثانوي، وهو ما يشكك في البدء الفعلي في سبتمبر المقبل. وينضم إلينا عبر سكايب محمد عبد العاطي، مدرس لغة عربية ومدون. أهلا بك معايا أستاذ محمد. وطول الوقت كان وزير التعليم حاسم جدا 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 أننا هنشوف من السنة الجاية نظام الثانوية العامة الجديد، وهنشوفها بالتابلت كمان. فجأة بقى النقاش مؤخرا حول التابلت وإمكانياته بعد المشاكل اللي حصلت مع أولى ثانوي اللي احنا شفناها، ودلوقتي لا، بيتم الحديث عادي من برلمانيين على إن ممكن ما نشوفش الثانوية العامة السنة الجاية لأن القانون حتى الآن لم يصلهم. إزاي شايف المشهد ده؟ أنا أستبعد إمكانية حصول الكلام ده. النظام الجديد أكيد هيتطبق. الوزير أكتر من مرة مؤخرا، يعني الشهر ده تحت مثلا يونيو ثلاث بداية مرات في الشهر ده أكتر من مرة، آخرها يعني كان ظهر في أحد البرامج وظهر في المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الثانوية العامة، وفي اجتماعه مع ممثلين أولياء الأمور والطلاب. في كل المناسبات دي هو أعاد تأكيد إنه لا تراجع عن تطبيق النظام التراكمي الجديد. أما فيما يتعلق بتصريح لجنة التعليم في البرلمان، ففي تصوري هي مسألة إجراءات. أيوة الوزارة متأخرة، وده جزء من التخبط وعدم التنظيم اللي اعتدناه مؤخرا. يعني كل أزمة التابلت وكل مشاكل التنسيق والحاجات اللي حصلت في الامتحانات هي راجعة في طريقة الإدارة دي، أظن نظرا يعني الحجم الكبير اللي بيتم تطبيق النظام عليه، يعني على مستوى واسع جدا وتغييرات كبيرة يمكن أكبر من قدرة الوزارة على تطبيقها يعني. فأنا بستبعد إن هو ليه يكون يا محمد الكلام ده بتقول أكبر من قدرة الوزارة على تطبيقها؟ زي ما أنت ما بتقول احتمال إن هي بالفعل تتطبق ونصحى نلاقي إن الثانوية العامة بدل ما هي ثالثة ثانوي فقط، لا، هي ثانية ثانوي وثالثة ثانوي بنظام تراكمي بدمج الرياضة والعلوم وإلى آخره من المعلومات اللي احنا نعرفها عن النظام الجديد. ليه بتقول إن رغم إن ده ممكن يحصل لكن الوزارة ما عندهاش استعداد؟ هو أولًا أنا بقول ده هيحصل، يعني أنا في تصوري ده هيحصل. ليه هو أكبر من قدرة الوزارة؟ عشان ما فيش إعداد ولا تخطيط لده. المناهج بتيجي جاية مفاجأة في اللحظات الأخيرة أو اللحظات بعد الأخيرة، بعد بداية العام الدراسي بوقت طويل بأسابيع. التابلت اللي المفروض يستخدم من اول السنه، مش بس المفروض يستخدم من اول السنه، المفروض ان نتدرب عليه، المدرسين يتدربوا عليه ويفهموا هيمشي ازاي، بيوصل في الترم الثاني اصلا، ومع ذلك الوزاره مصره على التطبيق الفعلي، مش الاعداد. يعني في حاله من الاستعجال او عدم تقدير امكانياتهم. احنا بنطبق نظام قبل ما نتعلم ونتدرب ونجهز ونخطط، لا احنا يلا بسرعه يلا. في حاله من الاستعجال وعدم تقدير حقيقه الوضع على الارض، محمد، فبهدف ان احنا نقول احنا عملنا نظام جديد، عملنا تابلت، عندنا تكنولوجيا. طيب يعني استاذ محمد، انت بتقول ان المفروض ان الطلبه ان المدرسين هيجي لهم التابلت بعد الترم الاول، يعني في الترم الثاني. طب هم حتى الان لم يتلقوا اي تدريب على الماده التعليميه او على استخدام التابلت اللي هيشرحوا منه للطلبه، يعني ما اتدربوش انا قبل؟ بتكلم على اللي حصل في السنه الماضيه، اللي هو كان مقرر ان التابلت يسلم في بدايه السنه الدراسيه اللي هي انتهت دي، وكان بدل ما يتم تسليمه مثلا في الاجازه او قبل بدايه الدراسه،
تأخر وبدأ الترم الأول وانتهى الترم الأول، وصل التابلت متأخرا بعد ده كله، فالتابلت وصل في نص العام الدراسي. لكن هل ولو المدرسين تفتكر أخذوا تدريب على النظام الجديد ولا لا؟ لا، ما فيش تدريب حقيقي، يعني كان في تعليمات كده اللي هو هنعمل ايه، ورق اسماء المستخدمين، مدرسين الكمبيوتر باعتبارهم هيستخدموا او يعني هيشرفوا على الشق التقني في الموضوع، يعني بيعرفوا هينسقوا الموضوع ازاي والامتحانات. وبرغم كل ده في النهايه شفنا حاله التخبط والسيستم كله اللي وقع، فاحنا يعني كلنا اتلخمنا او وقعنا في كل المشاكل اللي هي بتاعت السيستم دي. فما اعتقدش ان في اي حد فكر طب هل احنا هنستخدم بقى التابلت ده في العمليه التعليميه جوه الفصل، هل لا، ده حتى لم يتم النظر ليه. ف يعني اكبر انجاز ممكن يكون وصلنا له ان احنا استخدمنا تابلت، لكن هل بقى وظفناه في العمليه التعليميه، هل قدرنا نغير شكل التعليم، نغير حاجه، نطور بجد؟ لا، احنا استخدمنا اداه جديده وهي التابلت بس، ده طب أستاذ غير محمد، حصل. الوزير قال إحنا بنغير تغيير المناهج بدأناه بالفعل السنوات الجديدة الأولى، السنوات البدايات يعني، لكن بالنسبة للثانوية العامة والسنوات دي إحنا غيرنا الوسائل بشكل مؤقت وبعد كده هنطور لهم المناهج. هل من الوارد أن الطريقة دي تكون فعالة فعلا وأن الناس المفروض أن هي تنتظر إلى حين أن يتم التغيير بشكل كامل شامل؟ نظريا برضو ده كان المفروض يكون كويس، لكن من الجزء الخاص بالثانويه العامه احنا دخلنا تكنولوجيا بس ما غيرناش مناهج، جميل، بس ادينا شفنا التكنولوجيا اللي طبقناها ما دخلتش في العمليه التعليميه، ولكن دخلت بشكل صوري في الامتحان فقط. الشق الثاني اللي هو بنك المعرفه هو لم يتم توظيفه توظيف حقيقي في التعليم. بنك المعرفه هو مكتبه ضخمه مش منظمه، مش موجهه اصلا، ومش احنا اللي عاملينها، هي مصادر اجنبيه متنوعه واسعه، مواد يعني اصعب بكتير واكثر تنوعا من اللي بيحتاجه الطالب، والطلبه كانوا تايهين فيها. على الجانب الاخر المناهج الجديده اللي بدات مع السنوات الاولى بشكل عام يعني النظام يبدو واعد، لكن بالنسبه لتخصصي مثلا في اللغه العربيه انا شايف ان هو يعني كارثه جايه، في مناهج يعني هتتسبب في اجيال جديده مش عارفه تقرا. المنهج محطوط باستراتيجيات تعليميه يعني عفى عليها الدهر وثبت فشلها. ولو هتكلم بشكل يعني محدد اكتر او متخصص اكتر، بتكلم على طريقتين، اللي هو طريقه تعلم اللغه من خلال الصوتيات او التعلم من خلال الكليات، ان الطفل يتعلم الكلمه كامله، كلمات كامله، ومن خلالها يتعلم الحرف. دي طريقة ثبت فشلها والعالم كله بيتغير وبيغيرها وبيرجع تاني للطريقة الأولى اللي هي الصوتيات، إن أنا أعلمه ينطق كل صوت لوحده وما أحطلوش حروف هو لسه ما اتعلمهاش. دي كانت البداية والبشاير بالنسبة لي، وده ما كانتش حاجة سعيدة يعني. مبشرة. بنشكرك أستاذ محمد عبد العاطي، مدرس لغة عربية ومدون، شرفتنا أستاذ محمد.